واخيرا وصلنا لليوم الثامن من تحديات سقوط الثلج للي كريسماس تبع سيزون 5 شابتر 2. فان شاء الله اليوم بهذا التحدي لما تخلصه وتكون مخلص التحديات القديمه رح تاخذ هذا السكين، ولما تخلص هذا التحدي بشكل منفرد تبع اليوم ان شاء الله 25 ديسمبر رح تحصل من وراه هذا البيكاكس. يعني اليوم الجوائز خرافيه جدا والشغلات اللي رح تحصلها كتير حلوه. فلا تنسى تشوف المقاطع القديمة لو انت مو مخلص التحديات كلها موجودة عندي بالقناة، ولا تنسى تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو ليوصل المقطع لكل مكان والناس تستفاد. ويلا مع بعض فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات الكريسماس اليوم وصلنا لليوم الثامن وصار اليوم معنا التحدي التاسع بينزل وبيفتح معنا الليسكين، والتحدي التاسع تبع 25 ديسمبر رح يعطيك هذا البيكاكس اللي ظاهر امامكم. التحدي كالاتي تبع يوم 25 ديسمبر كثير سهل وبسيط، كل عليك انك انت تصطاد سنوي فلوبر اللي ظاهر امامكم. بتروحوا على اي مكان في بحر او في بقعة بيضة بتاخذ صنارة او بتاخذ هاربون وبتصيد هنيك لتطلع لك هي السمكة اللي ظاهرة امامك. مجرد ما تاخذها مو شرط تستهلكها، بس مجرد ما تصيدها انت، مجرد ما تاخذها وتصيدها وتصير معك بالشنطة وتطلع لك من المي، خلاص انت مبروك عليك هيك البيكاكس بشكل كامل. ومشان السكن تبع سنومان اللي ظهر امامكم كيف تحصله؟ لازم تكون مخلص كل التحديات من اليوم الاول لليوم الثامن اللي هلا انا شرحت لكم اياه تبع السمك. فاذا انت ما بتعرف تساوي التحديات بشكل كامل او ناقص تحديات وتحديات، كل عليك انك انت تفوت على هذا المقطع اللي موجود بالوصف وبتعرف كل التحديات بالترتيب وكل يوم امتى بينزل التحدي، لانه نحن كل يوم بينزل معنا تحدي من يوم 18 ديسمبر واليوم وصلنا ل 25 ديسمبر، معناتها هيك وضعنا بالتمام. فاذا انت مو مخلص التحديات ومتلخبط بالتحديات بشكل عام، كل عليك انك انت تفوت على قائمة التحديات تبع سقوط الثلج وبعد منها تخلص 9 تحديات اللي ظاهرين لك، وهيك وضعك تمام وبتحصل سكن سنومان وبتحصل بيكاكس ورا. فهيك نحن نكون وصلنا لنهاية مقطعنا. اكتب لي بالتعليقات مين منكم حصل سكن سنومان وحصل بيكاكس وحصل كل شيء هدايا من اول يوم ليوم 25 ديسمبر. فكنت دعم بالاتم شوب يوم 9 وبرعاية الله. تفضل تلعب لي فورتنايت، ما جربتش لعبة تانية حتى انت يا عم. فالورنت و نعم بولر انت عادي يستاهل. ايوه بس قصدي وور زون يعني مش عايزه شغل حلو يعني. لو لقمني انا مش هلعب اللقمه دي تاني خلاص. عايز انا القمه ابوس ايديك، ابوس ايديك انا عايز القمه ان شاء الله عمو. هيلقمني هيلقمني يا اسطى. انا عايز الميني دي، انا عايز الميني. تخيل ده يلقمك، تخيل بوت واقف معايا ما يعمل شيء يلقمني. ده تمزحها لسه. انا المفروض اخذ عربيه واعمل سباق، ايه القرف ده؟ تعالوا تعالوا اشتغل شوفير تاكسي، تعالوا. ايه ده؟ مش عارف انا مطلوب مني ايه يعني دلوقتي. يا عم حاسب يا عم. بتقول لك فين مكان العربيه؟ والله العظيم دابوت دامج. الجو سامي كلكم اثنين اثنين في هون، اثنين وهون اثنين، نزلوا على هدول اول. انا على اللي ورا، انا بعد اللي بعد اللي بعد. يا اسطى يا اسطى انت سرقت الكلات بطريقه رهيبه. ايه ده؟ سرقتكم منين؟ يا ابني انت مش انت معاك هارجون. ابلع. فكرته اسمه كي اف سي، اوعى كده. شوف صحابه الخنازير اللي زيه فين. حد بقى مش نحيني في البيتيه. بقي عشان الحق لو تيجي. طب انا قلنا اهدى دملي اهدى دملي اهدى دملي بس اهدى دملي. متت انا متت متت متت. فايت؟ يعني لا مش بتقول ايه؟ هو قطع. خليك انت مع اللي معاه. مع اللي معاه.
انا عايز اضرب ارجع له ومش لاقيه. اوي ده انا مش شايف حاجة منه. هذا اخر واحد يا اسطى. اوه ماي جاد يا لهوي يا انت لو شفتها. لا لا ايه ايه هنا دومبلي هنا. اوه ماي جاد واو يا اسطى انت شليتني من الرقبة لحالي. شو صار له يا اسطى؟ مش تروح بقى شباب. FBI open up. مين هذا اللي عم ينطط مسكنا الابيض؟ تعال تعال خذ مني تعال. حرام يا زلمة شو ها؟ تعا تعا مهند تعا 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 لعين ثاني ثاني. انا معي مكتب. ما بدك تطلع تلوت يعني ولا شو وضعها؟ بس عجبتني شو هذا؟ ما في طلقة كان هنا. والثاني هلا عيش. ما شاء الله ديدو ايه ده شاطر. خلصوا ناس عم تسبام عليهم كمان من بعيد. دي حاجة حلوة. ما تعلاش يا دملة انت علقان على سلم واحد. وانا شو دخلني انا؟ وين بيت بان؟ اخر شيء انا اللي موت يعني لاني هيك عملت. هيك مش